بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أبناء الطلاب داخل منصة مدارس العبير الأهلية، طلاب المرحلة العليا للصف الرابع الابتدائي ومادة الرياضيات والفصل الدراسي الأول، مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات، مع الدرس الخامس في خلال الفصل الخامس الدرس الأول، مع الدرس بعنوان الضرب في مضاعفات العشرة والمئة والألف. الضرب في مضاعفات العشرة والمئة والألف. أعزائي الطلاب، هدف درسنا اليوم إن شاء الله عبارة عن أضرب في مضاعفات العشرة والمئة والألف، مستعملا الحقائق الأساسية والأنماط. درس اليوم هو الضرب في مضاعفات العشرة والمئة والألف مع استعمال الحقائق الأساسية والأنماط. معنى المفردات اليوم إن شاء الله شباب فكرة المضاعف، يعني بنضاعف العدد، هنشوف مع بعضينا من خلال درس. طيب، مع البداية مع استعد، لاحظ معايا يا شباب تمثيل جمل الضرب الأربعة اللي أنا هقول عليهم، ولاحظ معايا نمط الصفر. لو احنا معانا أربع أحاد يا شباب، أربع أحاد، أدي واحد، أدي اثنان، أدي ثلاثة، أدي أربعة. أربع أحاد معناها أربع ضرب واحد يعطيني كام؟ أربعة. طيب لو أنا معايا أربع عشرات، أدي عشرة، تمام، عشرة عشرة عشرة، يعني يعطيني أربعين، يعني أربعة ضرب عشرة يعطيني كام؟ أربعين. لاحظ الصفر معايا وركز معايا للنهاية، لاحظ الصفر اللي بيظهر معانا. طيب لو معايا أربع مئات، أدي مئة، اثنان، ثلاثة، أربعة، إذن أربع مئات يعني ربعمئة. طيب لو قلنا أربع ضرب مئة يعطيني كام؟ ربعمئة. طيب معانا أربع ألوف، طبعا المكعب الكبير ده شباب عبارة عن ألف، المكعب هذا كله كده عبارة عن ألف. أدي ألف، اثنان، ثلاثة، أربع آلاف، معنى كده أقدر أقول أربع ضرب ألف يعطيني كام؟ أربع آلاف. لاحظ الأصفار اللي موجودة معايا هنا، ولاحظ الأصفار اللي طالعة في ناتج الضرب. إذن يا شباب أقدر أقول إن أنا أقدر أستعمل حقائق الضرب الأساسية والأنماط عشان أساعد نفسي في ضرب الأعداد عشرة ومية وألف ذهنيا. كيف الكلام ده؟ تعال نشوف مع بعض مثال من واقع الحياة. المثال بيقول: اشترت سلمى سبع علب من الخرز، في كل علبة مئة خرزة. كم خرزة اشترت سلمى؟ سبع علب من الخرز، في كل علبة مئة خرزة. تمام يا شباب؟ طيب اذا اقدر اقول انا هستعمل الحقائق الاساسية، ابدأ بالضرب مع مين؟ مع السبعة، عشان اجيب سبعة ضرب مية هبدأ بالحقائق. اول حقيقة عندنا اللي هي سبعة ضرب كام؟ واحد، دي البداية، سبعة ضرب واحد يعطيني سبعة لان دي احاد. اذا سبعة ضرب عشرة يعطيني سبعين. لاحظ الصفر يا شباب، لاحظ معايا الصفر. سبعة ضرب مية يعطيني كام؟ سبعمية. اذا نقدر نقول ان سلمى اشترت كام؟ سبعمية خرزة، سبعمية خرزة. طيب معايا اذا عشان اضرب انا اي عدد في مضاعفات العشرة والمية والالف ممكن اضربهم ذهنيا. طب كيف اضرب ذهنيا يا استاذ؟ اضرب ذهنيا مع ملاحظة الاصفار الموجودة عندنا في كل واحدة، زي ما احنا هنشوف في المثال اللي بعد كده. طبعا انا لما هضرب اي عدد في مضاعفات العشرة اللي هي عندي مثلا 20 30 40 50، دي كلها مضاعفات العشرة. طب مضاعفات المية عندي اللي هي 200 300 400 500. طبعا مضاعفات الألف عندي اللي هي 1000 2000 3000 4000. طيب أنا أضرب إزاي ذهنيا في مضاعفات مثلا وليكن 1000؟ تعال ناخد مثال على مضاعفات الألف، وعندنا مثال أهو اللي هو 3 ضرب 7000. عشان نجيب 3 ضرب 7000 بنبدأ بالنمط الأساسي اللي هو 3 ضرب 7 يعطيني 21. طب 3 ضرب 70 يعطيني 210، بننزل الصفر ونفس الكلام. 3 ضرب 700 يعطيني 2100، 3 ضرب 7000 يعطيني 21000. اذا يا شباب انا لما ضربت السبعة او الثلاثة في السبعة الاف طلع الناتج 21000. طب لاحظ معايا كم صفر عندي في السبعة هنا؟ ثلاثة، وكم صفر عند الواحد وعشرين؟ ثلاثة. اذا انا اقدر الثلاث اصفار دول بنزلهم زي ما هم، اضيفهم في جهة اليمين واضرب 3 ضرب 7 يعطيني 21. ودي الطريقة اللي بتكلم عليها الضرب الذهني بدون استخدام الانماط، بدون استخدام ايه؟ الانماط. اذا لضرب اي عدد في مضاعفات العشرة او مية والالف كل اللي بتعمله تضرب ناتج ضرب الحقيقة الاساسية ثم تضيف الاصفار الى جهة اليمين، زي ما نشوف مع بعض في اسئلة تأكد في كتاب الطالب. هنا هنستعمل الحقائق الاساسية، هنضرب مع بعضنا في الاول 3 ضرب 1
يعطيني كم يا شباب؟ يعطيني 3. أحسنتم. طب 3 ضرب 10 يعطيني، برافو عليكم، 30. 3 ضرب 100 يعطيني، تمام، 300. 3 ضرب 1000 يعطيني 3000. تمام. طب نروح للسؤال الثاني، والسؤال الثاني معانا اللي هي 4 او 7 ضرب 4. 7 ضرب 4 دي يعتبر الحقيقة الأساسية اللي أنا هبدأ بيها علشان أكمل باقي الأنماط. 7 ضرب 4 يعطيني كام؟ شايف طالب بسرعة بيقول يعطيني 28 يا أستاذ، برافو أحسنت. طب 7 ضرب 40، يبقى إذا هنستعمل نفس الحقيقة السابقة، إحنا مش هنجيب من عندنا، نفس الحقيقة اللي أنت حليت بيها اللي هي ال 28 هذه كده، بتنزلها نفسها مع إضافة صفر جهة اليمين، يعني صارت معايا 280. 7 ضرب 4000 كام يا شباب؟ 7 ضرب 4000 يعطيني، أحسنتم، يعطيني 2800. طب 7 ضرب، آسف، 7 ضرب 400. الحين 7 ضرب 4000 يعطيني، تمام، 28000، لأن أنا بنزل الثلاث أصفار وبنفس الرقم أو نفس العدد بينزل معانا اللي هو 28. نروح لسؤال تاني، والسؤال رقم 3، ومعانا 5 ضرب 6. 5 ضرب 6 يعطيني كام يا شباب؟ يعطيني 30. وركز معايا كويس خالص في السؤال ده، لأن بعض الطلاب بيغلط في الصفر دوت وبيضيف صفر تاني، لا يقول لك أنا في صفر عندي ليش أضيف؟ لا، خد بالك معايا. لما هضرب الخمسة في الستين، أنت عندك الصفر الأساسي بينزل زي ما هو. الصفر الأساسي بينزل زي ما هو، صح كده؟ وخمسة في ستة بتلاتين صارت كام الحين؟ 300. بعض الطلاب اتعود إن الأولى فيها صفر، الثانية صفرين، الثالثة ثلاث أصفار. لا، خد بالك، لأن النمط الأساسي في صفر عندي. طيب 5 ضرب 600 هننزل الصفرين، و5 في 6 ب 30 صارت 3000. 5 ضرب 6000 هننزل الثلاث أصفار، و5 في 6 ب 30 صارت 30000. نروح مع بعض بقى، مش هنستعمل الحين الحقائق الأساسية، هنستعمل النمط ذهنيا على طول، يعني أنت هتشتغل نمط ذهني مباشرة. شايف؟ 3 ضرب 20، 3 ضرب 20. كل اللي بتعمله انك بتضرب الثلاثة مع الاثنين، الثلاثة مع الاثنين، وده الحقيقة الأساسية عندي، وبتضيف الصفر جهة اليمين، أصبح الناتج كام؟ 60. نفس الكلام 8 ضرب 600، برضه هضرب الثمانية مع الستة وهضيف الصفرين في جهة اليمين. طب 8 في 6 بكام؟ 48، برافو عليكم، وأضيف الصفرين صارت كام؟ 4800. طب 9 ضرب 9000، نفس الكلام، هضرب التسعة مع التسعة يعطيني 81، واضيف الثلاث اصفار يطلع معانا كام الناتج؟ 81000. زي ما انت شايف درس اليوم درس سهل جدا وبسيط، تمام. اتمنى نكون فهمنا درس اليوم، الضرب في مضاعفات العشرة والمية والالف. اترككم في رعاية الله وامني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.